السلام عليكم حبوباتي الميمات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. المهم جيت نشارك معكم الاجواء ديال واحد العرس حضرنا ليه ديال واحد البنيه من العائله ديالنا. الله يكمل عليها بالخير والله يرزقها الذريه الصالحه وزواج يكون مبارك ان شاء الله. المهم عرضات علينا ومشينا وشاركت معكم الاجواء ديال الفرحه وديال الاجواء ديال العرس المغربي، وانتم معايا حتى النهايه ديال الفيديو. ما تنساونيش من لايك ديالكم والكومونتير كمان. Yeah.